مشاهدينا بنرجع مرة تانية والاستعداد لعام دراسي جديد. يمكن الحقيقة كلنا يمكن بنقع في غلطة ان احنا بنبدأ نستعد لعام دراسي جديد، بنبدأ نشتري الأدوات المدرسية والمستلزمات المدرسية، سواء طفلنا داخل أول مرة المدرسة أو سواء بينتقل إلى مرحلة أعلى في التعليم، فبنبدأ نشوف يا ترى السنة اللي جاية بإذن الله هيكون محتاج إيه من الأدوات المدرسية. ولكن الأهم من كده الحقيقة هو الاستعداد النفسي والاستعداد المعنوي لكل طالب أو طالبة طبعا هيبدأ عام دراسي جديد. هنتكلم عن الطفل مع أول يوم في المدرسة، الطفل اللي داخل أولى ابتدائي، هنتكلم عن الطفل اللي انتقل لمرحلة جديدة من ابتدائي لإعدادي واللي انتقل من إعدادي لثانوي، دي تعتبر مرحلة جديدة في حياته. هنتكلم كمان عن الطفل لو أخفق أو الطالب لو أخفق في السنة الماضية إزاي يقدر يحقق نجاح في هذه السنة، إزاي يقدر يتفوق أكتر، والطالب المتفوق إزاي يستمر في هذا التفوق ويستمر في هذا النجاح. يعني عموما الاستعداد النفسي والاستعداد المعنوي جانب مهم جدا جدا لا يقل أهمية أبدا عن شراء المستلزمات الدراسية. في هذا اللقاء بيسعدنا وبيشرفنا وجود الدكتور شادي عابد، دكتوراه في تكنولوجيا التعليم. اهلا بحضرتك معانا يا دكتور شادي، شرفتنا ونورتنا. شرف لي يا فندم. دكتور شادي، يعني زي ما حضرتك سمعتني، اولا كل سنه وحضرتك طيب وكل المجتمع المصري طيب، بدايه عام دراسي جديد بنتمنى ان هو يكون عام سعيد كله تفوق ونجاح باذن الله ان شاء الله. دكتور شادي، ازاي نهيئ ابنائنا بعد فتره كبيره جدا من الاجازه الصيفيه ومن الراحة ومفيش التزام، ازاي نهيئهم مرة تانية ان احنا هنبدأ دراسة مرة تانية ويبقى فيه التزام في المواعيد؟ واسمح لي حضرتك كده ناخدها درجة درجة، بداية من الطفل اللي لسه داخل اولى ابتدائي. طيب، التهيئة النفسية للطالب اللي داخل المدرسة في عوامل معينة لو احنا قلناها الام هترتاح طول السنة، والولد او البنت اللي داخلين اولى ابتدائي رابعة خمسة إعدادية سنوية هيروح المدرسة وهيستمتع بالمدرسة وكل حاجة. لكن قبل ما أقول العوامل، أنا دلوقتي إحنا بنكلم أولياء الأمور وبنكلم الأمهات بالذات. لو في حاجة من اللي أنا قلتها دلوقتي الأم عملتها، العوامل دي ما تعملهاش لأن مش هتنفع معها. لو الأم في شهر سبعة بدأت تخش على جروبات تدور على مدرسين للدروس الخصوصية علشان تبدأ لابنها في شهر 8 وشو 15-8 الدروس الخصوصية، العوامل اللي أنا هقولها مش هتنفع معها. لو الأم على جروبات بدأت تتكلم على المدرسة إن المدرسة مفيش فيها تعليم والمدرسين بيخشوا المدرسة ما بيشتغلوش والإدارة سيئة، هل الطالب لما يسمع الكلام ده كله أنا هروح المدرسة أعمل إيه؟ أنت حضرتك هيأتيني من شهر سبعة وإدتيني بدائل للمدرسة، أنا هروح المدرسة اللي مفيش فيها شرح ومفيش فيها مدرسين بتشرح ومفيش فيها إدارة، هعمل إيه؟ أنا دلوقتي إديت لابني جرعة سلبية. مصدر الأمان الأول للطالب هو أبوه وأمه، صحيح. أول ما بيقولوا كلمة هي مصدقة. إذا أنا رقم واحد من العوامل علشان أهيئ الولد نفسي اللي أنا أكلم المدرسة بإيجابية، أتكلم عن المدرسة إيجابية مش في شهر سبعة. يعني أنا في شهر سبعة قلت للولد لا أنا جبت لك بديل وجبت لك مدرسين بره، أي وبعدين بنتكلم طب أنت جبت المدرس ده ليه وما جبتش المدرس ده ليه؟ أصل المدرسة ما عادش تشتغل، المدرسين في المدرسة ما بيشتغلوش. طيب. طب يعني اسمح لي يا دكتور برضو خلينا نقول ان بعض الامهات بتقول كده، مش كل الامهات، يعني هو في عندنا فئه كبيره في المجتمع المصري بتحترم المدرسه جدا وبتحب المدرسه، وخصوصا يمكن بعد تجربه الكورونا كلنا عرفنا قيمه المدرسه وعرفنا قيمه الالتزام بالميعاد وقيمه التواجد في الفصل مع المدرس بشكل مباشر. اعتقد يعني كانت تجربه. انا عايز اقول لحضرتك حاجه، وزاره بتاعتنا اسمها وزاره التربيه والتعليم. طبعا الأمهات اللي هتعتمد على دروس فقط أوكي، بس هتربي لوحدك. مين شركائك في التربية؟ هي المدرسة. صحيح. هي اللي بتشوف نشاط الولد. صحيح. الولد اللي بيتنمر على أصحابه وعلى والدته هو عنده مشكلة، عنده مشكلة لأن ما بيمارسش نشاط في المدرسة، لأن هو بس بيكتفي بالعلم عن طريق الدروس. إذن التربية بتاعتنا إحنا عايزين أي مشكلة وأي سلبية نعالجها إحنا بنعالجها. صحيح. من المدرسة. صحيح. عمر الطالب ما هيهلس على حيطة هو ساعد في رسمها. فإذا النشاط والمدرسة. صحيح. ككل. صحيح. أنا دلوقتي لما أتكلم إيجابي عن المدرسة لما أقول له ده إحنا هنروح إحنا منتظرين أكتب المدرسة تبدأ عشان هطلعك رحلة،
علشان هديك اهداف يعني احدد له اهداف. صحيح صحيح. تمام. الولد هيحب المدرسه وهيلجأ ليها لان المدرسه ككل مجتمع. المدرسه صحيح. ككل. وهي العمليه التعليميه هي منظومه كمان يا منظومة دكتور لازم متكاملة. تكتمل بالظبط. وانا عايز اقول حاجه لاولياء الامور والامهات بالذات يعني احنا عاوزين نتكلم الامهات بالذات ونكلمهم بصراحه. كل المشاكل اللي حضرتكم بتتكلموا فيها من الصيف من ضمن الكتب الخارجية والأسعار الفلكية. أيوة. والدروس والأسعار. هل الوزارة ما هيش عارفة الكلام ده؟ الوزارة عارفة الكلام ده. أكيد. طب الوزارة عملت إيه؟ حضرت بدائل أيوة. متميزة لأولياء الأمور وإحنا النهاردة جايين عشان نقول لهم هذه البدائل. تمام. البدائل كثيرة جدا 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 وممكن نقول لهم بحاجات بسيطة جدا ممكن يعملوها دلوقتي. طالب سنة وهنتكلم عنه وابتدائي وإعدادي هنتكلم عنه. طالب ثانوي هو مستلم التابلت اللي هو كنز وأنا عايزهم فعلا يبدأوا يستخدموه. ولما يجي طالب يقول لك الله طب أنا لما دخلت الامتحان لقيت أسئلة تانية غير الأسئلة اللي أنا متدرب عليها عشان حضرتك ما فتحتش التابلت عشان حضرتك ما تدربتش. إيه الفرق بين طالب المدرسة وطالب الدرس؟ أنا هقول لحضرتك الفرق بين طالب المدرسة وطالب الدرس عشان الأم اللي بدأت الدروس من شهر 7 وشهر 8 أنت ما نفعتيش ابنك أنت ضرتيه. ليه؟ لأن نظام التعليم يا جماعة اتغير. نظام التعليم اتغير. طب اتغير ازاي؟ ما احنا بنسمع كتير قوي نظام التعليم اتغير. طب ايه اللي اتغير؟ زمان كان قائم على المعلم. المعلم بيقرأ بيلخص بيعمل أسئلة بيحلها الطالب بيروح يحفظ السؤال ويخش يجاوبه. طب إيه الجديد بقى؟ إيه اللي اتغير؟ إن القائم دلوقتي هو الطالب. الطالب عايزه يقرأ. أيوه. الطالب يلخص. الطالب يعمل أسئلة. والمدرس هو اللي مراقب وموجه وملهم للطالب. إذن أنا لما أودي ابني لمدرس في شهر 7 أو شهر 8 أنا كده قتلت عند الطالب الإبداع والابتكار. صحيح. طيب صحيح. المدرس بقى بتاع الدرس هل هيقدر يعمل مجموعات؟ يعني هل هيقدر يقسم الطلبة مجموعات وهيبدأ يوزع عليهم أدوار اللي بيحصل في المدرسة؟ مش هيقدر. صحيح صحيح. لأن إحنا عندنا المدرسين بتاعنا إحنا بقالنا 3 أشهر يا أستاذة حنان بندرب في المعلمين. 3 أشهر بندرب معلمين بندربهم على نوعيات جديدة من الأسئلة. طب الأسئلة دي نجيبها منين؟ ما هو ليه الأمر دلوقتي بيسأل. طب الأسئلة دي أجيبها منين؟ أيوة. وحضرتك وانت بتتكلم من شوية قلت الوزارة حاطة في دماغها مشكلة الكتب الخارجية. عملته فيها إيه؟ أقول لحضرتك كل ولية أمر قاعدة قدامنا دلوقتي معها موبايل أندرويد لو سمحت بعد إذنك نزلي أيقونة البنك المعرفة اللي هو الإي كي بي. حضرتك هتكتبي إي كي بي هتروحي منزلة الأيقونة بتاعة بنك المعرفة هتسجلي بنك المعرفة موجود فيه مذكرة رقمية موجود فيه خطط دروس. ما خطط دروس؟ أنا عايز أعرف إيه حتة خطط دروس دي؟ خطط دروس ده كنز. خطط الدروس دي لو أنا أم ومانيش عارفة أي حاجة في المنهج وبدأت أشتغل مع ابني يخلص المدرسة يجي يتغدى وينام شوية وأبدأ أفتح الدروس دي. ده احنا عندنا بدل المنصة منصات كتيرة منها الإلكتروني ومنها التلفزيوني. أيوه. الحاجات دي كلها مجانية. الحاجات دي كلها مجانية. كويس. مجرد ما الأم بتنزل التطبيق اللي هو الإي كي بي بنك المعرفة على الموبايل يبدأ بقى بنك المعرفة يقول لها لو سمحتي هو أنت سنة كام؟ رابعة خمسة ثالثة ثانوي أولى ثانوي يبدأ بقى يختار لها. طب ماشي احنا دلوقتي اخترنا المرحلة قولي لي بقى انت عايزة تذاكري ايه؟ يدي لها لستة بالمواد الدراسية انا عايز النهاردة ذاكر عربي. يجي لها بقى على الجنب في الجنب خالص بقى طب انت عايزة ايه؟ عايزة كتاب المدرسة ولا عايزة نوت ملخص تمام. ولا عايزة فيديو تمام. واعتقد دي كمان يقدر يعملها الطالب الكبير شوية اللي هو في اعدادي او لا في ثانوي. لا في ثانوي بقى مش هيعمل الكلام ده. ليه؟ لان انا في ثانوي اعطيله تابلت هو عليه الكلام ده كله. تمام. في تابلت اولى ثانوي ثانيه ثانوي ثالثه ثانوي يبدا من اول ما يستلم التابلت هو طالب ثانيه هو معاه التابلت بتاع السنه فاتت وطالب سنه ثالثه معاه التابلت. تمام. طالب سنه اولى هيستلم التابلت اول اسبوع ان شاء الله باذن الله في الدراسه. هيبدا ينزل لمسؤول الاي تي بيسجله بالايميل الموحد بتاعه بالايميل الموحد بيفتح كل ما تتخيلي. الميزه ايه بقى؟ الميزه ايه؟ انا لما يكون عندي موضوع في الاحياء وزاره التربيه والتعليم عملت شيء أكثر من رائع هو إن احنا اتفقنا أو الوزارة اتفقت مع أكبر دور نشس
نجوى. استأذنك دون ذكر أسماء معينة موضوع. يعني أوكي. هم دول اتفقت معهم وزارة التربية والتعليم علشان يعملوا محتوى نازل بمجانا بلا أي فلوس مقابل. عتبت كويس. لا الحقيقة يعني هي الوزارة عاملة مجهود كبير جدا ومحتاجين بس يكون في تجاوب. طب اسمح لي يا دكتور بس علشان وقتنا هو كلام مع حضرتك قيم جدا جدا ساعتك. محتاجين ساعات، ولكن اسمح لي نتكلم شوية عن الجانب النفسي سريعا لأن خلاص وقتنا. برضو التهيئة النفسية للطالب بقى، لأن الجانب النفسي لا يقل أهمية أبدا عن الجانب العلمي. أول حاجة أتكلم إيجابي عن المدرسة. دي رقم واحد. دي قلناها. رقم صحيح. اتنين، أنا مع ابني لازم أشوف أهدافي. أنا عندي هدف يومي، هدف أسبوعي، هدف شهري، هدف سنوي. تمام. الهدف اليومي إيه هو؟ يعمل واجبه. الهدف الأسبوعي لو أنا ضعيف في مادة يبقى أنا الأسبوع ده إن شاء الله بإذن الله هيئ نفسي علشان أقوي نفسي في المادة دي. تمام. هدف شهري إن أنا لو المدرسة طالبة مني بروجكت معين أبدأ أتعامل مع. إذا أنا ما سيبش الطالب، ما سيبش ابني تايه كده. لا صحيح. أنا رقم واحد أحدد له الأهداف بتاعته، هدف يومي أسبوعي أو شهري، وتكون الأهداف دي إلى حد ما قريبة، لأن الأهداف العالية قوي بتبقى ممكن تعمل إحباط. ما ينفعش إن أنا أعرف قدرات ابني والأولاد مختلفين. فأنا ما ينفعش النهاردة أقول للإبني أنت النهاردة تحفظ لك 200 كلمة. لا، الأول واحدة واحدة. يبقى أنا دلوقتي عارف إبني وعارف قدرة استيعابه، أبدأ أحدد له أهداف. رقم اتنين أو رقم ثلاثة، ودي مهمة جدا 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 وخصوصا في الدراسة. أبعد عن إبني كل المشتتات. يعني أنا ما خليهوش أوضة الدراسة بتاعته مليانة بالتشتت. حاطط له برواز عليه ألوان وزخارف. هو الولد already يعني هيلتفت لده. صحيح. إذن أبعد. صحيح. رقم أربعة ودي مهمة جدا، إن أنا أعزز رؤى وأفكار ابني. يعني إيه؟ يعني أبدأ أتواصل معاه. صحيح. أبدأ أتكلم معاه. لو عندك مشكلة حبيبي في مادة، الوحيد اللي يتكلمه تعليلي. وأنا هبدأ أتواجه مع المدرسة. صحيح. وأبدأ أروح مع المدرسة، وإحنا الاثنين هدفنا واحد. صحيح. ولي الأمر. صحيح. والمدرسة. صحيح. هدفنا هو الطالب. صحيح. الكلام مع حضرتك قيم جدا يا دكتور شادي، وحضرتك شرفتنا ونورتنا النهاردة. وبنختم لقائنا بالكلام الجميل اللي حضرتك قلته، هو عملية التواصل. التواصل الجيد ما بين ولي الأمر وما بين الطالب بين مدرس المدرسة، ده أمر مهم جدا حتى تكتمل المنظومة التعليمية. شكرا لحضرتك. شرفتنا جدا وتشرفت حضرتك. شرفتنا يا فندم. شكرا يا فندم. مشاهدينا الكرام، هنطلع فاصل ولكن هنرجع مرة تانية وبسرعة، ولنا لقاء مع مشروع صغير وأحلام كبيرة وصنعة في إيديا أمان ليا.